عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن بالغ قلقه تجاه الأنباء المتواترة عن عملية عسكرية ضد مدينة رفح الفلسطينية وما يتبعها من محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية. وأكد المجلس أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والإنساني ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، بالإضافة إلى مبادئ باريس وقواعد حماية المدنيين في زمن الحرب، كما تشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.